شنو كيطرافاش كيتحول الشخص من فقط متابع وفان لشي منشئ محتوى لواحد المهووس سايكو اللي يقدر يدير اي حاجه باش يتلاقاك ولا يجسس عليك ويعرفك فين ساكن. كاين اللي وصلت بهم كاع انهم يبيعوا الاملاك ديالهم كامله غير باش يسافروا لديك الدوله اللي فيها داك الستريمر، وكاين اللي وصل كاع دار الجرائم غير باش يتلاقاه ويشوفه. هادشي كله غادي نشوفوه في الحلقه ديال اليوم، في غادي نضربوا طليله على الجانب المظلم ديال تويتش اللي انا متاكد ما كنتيش عارفه، وغادي نشوفوا ارعب واخطر المواقف اللي طرات مع الستريمرز في اللايف من طرف الاشخاص اللي كيتبعوهم. ولكن قبل ما نبداو ضروري خاصك تسمع واحد الحاجه، الا كان كيهمك المستقبل ديال هاد القناه هادي وعزيز عليك. بزاف ديال الناس دابا اللي كيقول لي بغينا النظريات، اللي كيقول لي هضر على التصاور، كل واحد شنو باغي، وكاين كاع اللي كيقول لي رجع للكونتنت القديم. صور اللي بغيت نقول لكم انني في واحد المرحله بحال صعيبه شي شويه دابا، وتقريبا هذه اصعب مرحله دازت عندي منين بدات لاشين، واللي هي المرحله ديال تغيير المحتوى. هادشي كنت غادي نقوله حتى الفيديو ديال الكيو اند اي فاش غادي نوصل ل 200 كا، ولكن حيت مازال معطلاش شويه وضروري خاصني نعطيكم تفسير شنو طاري. السبب علاش كل فيديو كتلقاه مختلف شويه على اللي قبله، واللي هو كنحاول نلقى الكونتنت اللي غادي يناسب اغلب الناس اللي متبعيني، وكنقرا شنو كتبغي وشنو اللي لا باش نعرف شنو ندير في الفيديو الجاي. داكشي علاش كل فيديو كنجرب فيه فكره جديده وكنشوف رد الفعل ديالكم كي داير. اما بالنسبه للمحتوى القديم باش نكون معكم صريح، ما بقيتش كنرتاح فيه، وايضا حسيت راسي بحال هضرت على كلشي، واللي ما كنتش مرتاح في الحاجه غنبدا غير كنخربق عليكم وصافي، وحتى انا ما غاديش نكون مرتاح كاع وما غاديش نستمتع. وباش انك تصاحب شي حاجه تكون كرياتيف وتعجب الناس ضروري خاصك تكون كتستمتع وانت كديرها. وباش نقولها لك من دابا، راه الكونتنت اللي باغي نمشي فيه راه ما غادي تستافد منه والو، صوب بلا ما تقول لي هادشي ما كيفيدنا بوالو ولا شي حاجه. هاد المحتوى الهدف ديالو فقط هو المتعه والغموض وشويه ديال الخيال، ودخلت بدل الجو معايا في هادشي اللي غادي نبقى نعاود لك. سو بليز نتمنى تفهموني شنو بغيت نقصد، وايضا جرب تحط راسك في بلاصتي. انا راه كنهضر معاكم بحال عائلتي، وما عمري شفت شي واحد كفان ولا متابع، حيت السبب الوحيد اللي مخليني كندير هادشي راه هو نتوما، وايضا الوحيد اللي غادي يقدر يخرجني من هاد البيريود هادي واللي هو نتوما. غادي تقول لي كيفاش؟ غادي نقول لك بالتفاعل ديالك وبالراي ديالك على كل فيديو شنو بان لك فيه. بحال مثلا كنت درت واحد الفيديو على الجانب الموديلين ديال يوتيوب وخدم مزيان، سو قلت هاد الفكره تقدر تخدم، علاش ما نجربهاش على تويتش وندير فيديو اخر واللي هو هذا النيت. انا فاش غادي نشوف الرياكشن ديالك على الفيديو غادي نعرف واش غادي نكثر منه ولا غادي نحبسه في مره، وغنبقاو شويه بشويه حتى غادي نوصلوا لذاك المحتوى المثالي اللي بيرفكت وكلشي غادي يعجبو وغادي نكملوا فيه عاوتاني. فشكرا حيت خديتي من وقتك شويه وسمعتي لهاد الهضره كامله، ويلا ندخلوا ديريكت في الفيديو اللي عندنا اليوم. اي ام جازمين هادي واحد ستريمر بنت اللي عندها 27 عام، وباي ذا واي اغلب الستريمرز اللي غادي نذكرهم اليوم غيكونوا بنات، ما عرفتش علاش غير بنات اللي كيتعرضوا لهاد الحوادث بحال هكا. الا عندك شي فكره قولها لي في التعليقات. هاد البنت كتستريمي الاي ار ال او لا الان ريل لايف، وهادشي كيعني ان المحتوى ديالها هو كتخرج وكتبقى تلقى اللايف في الزنقه، بحال البلان اللي كان كيدير الشروقات شحال هادي، كيخرج وكيطلق لايف وكيبدا يهضر مع الناس. اول مره فاش حلات كونت تويتش ديالها كانت في 2019، وكانت فقط كتهضر مع المتابعين ديالها في الشات، ولكن من بعد فاش بدات كتكتسب شويه ديال الشهره بدات كتخرج وكتستريمي برا. واحد النهار كانت في البحر فين غادي تتعرض للمضايقه من واحد جوج دراري. النوبه الاولى دخلوها بواحد الدخله عاديه، السلام شو سميتك شنو كديري هنا شنو كتصوري، ومن بعد بغاو يقنعوها باللي هما واحد النايس جايز اللي ما غاديش ياذيوها زعما. ومن بعد واحد شويه ديال الهضره واللي كتبان كريبي وغريبه اصفاك، مش شرط صفر غادي يقول له واحد الكلمه واللي هي وان نايت لوف. وان نايت روب. وان نايت روب. وان نايت روب از وكنا عارفين شنو كتعني بطبيعه الحال وشنو كانوا باغيين، ولكن فاش شافوا جازمين بحال صافي بدات كتهرب وبدا كيجي هذاك الشيء غريب، بداو كيقولوا ليها بلي هذه فقط واحد النكته يابانيه كنقولوها عادي. ومن بعد بدا كيسولها على فين العائله ديالك، وقالت ليه بلي عائلتها كامله في كندا وانا هنا بوحدي. Where's my family in Canada? They're no, oh, I'm by myself. وهنايا بجوجهم غادي يتبدلوا حيت غادي يبداو يقربوا ليها اكثر، حيت بحال لقاو الفرصه وبنت بوحديتها وكذا، واي واحد كيسافر بوحدي شو الخوش ما عمرك تقول باللي راك بوحدك. هي جاوبات بحال هكاك حيت غالبا كانت خايفه ولا مستريسيه، ولكن راه خاصك ديما تكذب وعمرك تقول باللي راك بوحدك ولا توري شي واحد فين ساكن. صوم بعد ما عرفوا بوحدها بداو كيزعموا عليها اكثر، جاو دخلوا للخيمه ديالها بداو كيقيسوا الاغراض ديالها ويقلبوا شنو عندها، ومن بعد الدري الاخر بدا كيقول لها هاك شربي معنا الويسكي، ولكن هي رفضات بطبيعه الحال وبدات كتخاف، فحاولت انها تغير الموضوع وبدات كتسولهم على كيفاش جاوا كل البنات اللي كاينين في البحر اليوم، بهدف انها تبدل الانتباه ديالهم من اللي هي للبنات اللي كاينين في البحر زعما. I drank a lot already. Are those girls cute? What do you think of those girls?
Do you think those girls are cute? Where's your hotel? Where's my hotel? This? It's somewhere. شويه بدا كيسول على فين الوطيل اللي جالسه فيه ما بغاتش تجاوب وهنا بصح الموقف بدا كيولي كريبي وغريب وحتى الشات براسو بدا كيقول لي بلي راه ما ارتاحيناش لهاد خوتنا هادو من بعد مو الشورت صفر غادي يبدا يقيسها في الجسد ديالها واللي ما غاديش نبين لقطات بطبيعه الحال وفاش كانت كتحيد ليه يديه وكتقول له ما تقيسنيش كيقول لي اش دفاك اب غادي ندير اللي بغيت ومن بعد بزاف ديال الهضره والافعال الغريبه والمقاومه ديال هاد البنت هادي في الاخر مشاو في حالاتهم باي ذا واي هادي ماشي هي المره الاولى اللي كانت تعرضت فيها لهاد النوع ديال المضايقات والسوكين قبل شهر كانت كتستريمي في اليابان حتى جا واحد خونا اللي باينه فيه في شكل وما بغاش يبعد منها كاع بزاف ديال الناس من بعد قالوا باللي كتعرض لبحال هاد الانواع ديال الاعتداء بسبب اللبس اللي كتكون خارجه به واللي كيبروفوكي الناس وكاين اللي كيقول باللي كديرها بالعاني باش تجذب هاد الانواع ديال الناس باش يطلع اللايف ويهضروا عليه الناس بحال اللي كندير انا دابا ما عرفتش الصراحه حتى تقول لي شنو بان لك نتايا ولكن مورا هادشي كامل حيدات كاع الفيديوهات اللي كانوا عندها في لاشين يوتيوب ديالها وحتى تويتش ما ولاتش تلقى شي لايف ستريم لحد الان جاي ديان القصه ديال جاي ديان غادي توريك شحال الهوس ديال شي فان يقدر يوصل وشنو يقدر يدير هادي واحد البنت ستريمر من المانيا عندها 22 عام وعندها اكثر من 300 كاف تويتش وغالبا كتطلق ستريم وكتبقى غير كتهضر مع المتابعين ديالها جاست شاتين وهنا كلشي مزيان حتى واحد النهار غادي يجي واحد خونا اللي مهووس بهاد البنت هادي وغادي يقدر يلقى الادريس ديال دارها وغادي يصيفط ليها 25 بيتزا تصور معايا الصات تكون جالس وتجيك 25 بيتزا وات ذا فاك اوكي اي جيس يو ار واتشينغ I don't know if you knew I have a stalker, and that person keeps ordering food for me. And here, this is now the third time that person did that. So, officially, please stop doing that. I beg you. I'm shaking. I haven't left my apartment in days. وهي جالسه كتشرح وكتشرب بيديها كيترعدو غادي يصوني الباب ديال دارها مشات ورجعات وما قدرتش تحل الباب حيت برا ما كان لا ضو لا والو I can't open the door. ومورا لحظات قليله عرفت بلي هادو كانوا رجال الاطفاء حيت هذاك خونا السولكر اللي لقى الادريس ديالها بلغ بلي كاين واحد السريب ديال الغاز وعطاهم السميه ديال جيليان Fighters on my name that there was a gas leak and now the police is coming I don't know who the fuck you are, but it's your number that you called them with. We gotta get your fucking ass, you dumbass. What the fuck? What the actual fuck is wrong with you? And the person ordered 25 pizzas for me. 20 fucking five. And you know I was streaming. At no point I could have called the freaking firework. ولكن على حساب لك هادشي غادي يحبس هنا راك غلط حيت من بعد جاوها بزاف ديال الطلبيات ديال الماكله بسميتها هي ولكن اغرب حاجه غادي تطرى هي هذه في جونفي 2021 غادي تجي واحد المكالمه من عند باها ولكن غير غادي تجي تجاوب غادي يجاوبها واحد الشخص اخر وغادي يقول ليها الوالد ديالك هو محبوس عندي ولا ما تعريتيش دابا قدام اللايف غادي نقتلو ومن بعد هنا غادي تعيط للبوليس في البلاصه ومن بعد اكتشفت بلي باها بخير وعلى خير وهذاك خونا استعمل شي طريقه باش الاتصال يبان من النمره ديال باها وعاودت عيطت للبوليس وشرحت لهم هادشي كامل وبلي راه النمره ماشي النمره ديال باها وبلي داك خونا استعمل شي طريقه باش يبدل النمره وداكشي كامل تريشا از ا بيردي هادي واحد البنت صينيه اللي كتستريمي في تويتش وكدير المحتوى ديال الطبخ وعندها اكثر من 100 كاف في 2021 كلشي كان عادي وكانت طالقه لايف بحال كل نهار وكطيب في ستريم حتى واحد الراجل غريب دخل الدار ديالو بدا كيقول شي حوايج غريبين وسبب ليه واحد ستريس اللي انا متاكد ما عمرها حسات به من بعد هادشي كامل تسد ستريم وغادي تبوستي في تويتر ديالها بلي واحد الراجل غريب اقتحم الدار ديالي وبغى يهاجمني ما تخافوش ما طرا ليا والو وكانوا معايا انا السماك وعيطنا للبوليس اسمحوا لي حيت خليتكم مقلقين انا مازال كنترعد ولكن بعد هادشي كامل كلشي بدا كيهاجمها حيت كلشي اعتقد بلي هادشي كله دارته غير على قبل البوز حيت ما كاينش شي واحد يقدر يدخل الدار وخاصه الا كانوا ناس معها ديك الساعه وكان كلشي باين في اللايف والله اعلم شنو اللي بصح وشنو اللي لا
هاد القصه اللي غادي نعاود ليك دابا تقدر تستافد منها صراحه شي حاجه. واحد ستريمر سميتو روب سيدي كان كيستريمي عادي حتى شاف واحد الراجل كيتعامل مع واحد البنت بواحد الطريقه غريبه، وديك البنت كانت كتشوف فيه بزاف بحال بغات تقول له عاوني. من بعد جا وقربوا ليه، وهي ديك البنت تقول لك الراجل بلي هذا راه الصديق ديالي وخاصك تمشي دابا، واخا هي ما كتعرفش روب كاع. ولكن هنا روب فهم في البلاصه شنو طاري وعرف بلي داك الراجل كان تابعه وبغي يدير ليها شي حاجه خايبه، وكمل معاه في ديك القصه ديالها وقال له بلي هذه راه الصديقه ديالي يلا تهلا وسير في حالك. Hi. Yeah, yeah. Okay. I'm sorry. Good to see you. It's alright. Have a good night, man. Hi. See you. Where from? Australia. Australia. Wow. Yeah. Have a good night, man. So, now fair? Yes, yes, yes. Yeah, yeah. It's okay? Yeah, yeah, fine. See you, man. Okay. See you. Have a good night. Hi. وفاش مشى شكراتو بزاف وبدات كتشرح ليه بلي داك الراجل كان كيتبعها اليومين هادي. تصور يومين وشي واحد لاصق فيك وكيتبعك. واحد القصه اخرى في نفس المكان واللي هو اليابان نيت، واحد ستريمر اخر اللي سميتو جيكن بايكليف فين كانوا كيستريميو عادي حتى غادي تجي واحد البنت عنده غادي تلصق فيه بحال راه الصديق ديالها ولا شي واحد كتعرفو. وهنا غادي تلاحظوا واحد الراجل اللور غادي يبدا يتراجع، فهذه طريقه زوينه الا شكيتي بلي شي واحد تابعك ولا باغي يكريسيك. فقط سير عند شي واحد ودير بحال راه صاحبك ولا شي واحد كتعرفو. ولكن الخايبه هنايا هي الا قال لك بعد مني انا ماشي صاحبك ملي كدير بحال هكا، ويل هنا غادي تكون في مشكله كبيره ديك الساعه. واذا انت جا عندك شي واحد غريب وشفتيه كيمثل بلي راك صاحبو لعب معاه هذاك الدور حتى انت حيت ممكن يكون في خطر، وحتى من بعد عاد قول له اشرح لي شنو طاري ومالك. شكرا حيت وصلتي حتى لهنا، نتمنى يكون عجبك هذا الفيديو هذا. الا شفتي راسك استمتعتي ولو بشويه خلي واحد لايك واشترك في القناه راه فابور تقدر تحيدها بقى ما بغيتي. وايضا سير شوف الفيديوهات اللي فاتوا انا متاكد غادي يعجبوك. كان معكم بلاك ونشوفو في فيديو جديد وبيس.